بسم الله الرحمن الرحيم. هذا برنامج تدريبي على برنامج الجولد ويف. اولا تشغيل البرنامج، نبدا من عند ستارت، نختار اول بروجرامز، ثم نبحث عن كلمه ادوبي، ثم بريمير، ثم نشغل الايقونه ادوبي بريمير 6. كما يمكن يعني تشغيل البرنامج بسهوله بوضع شورت كات مثل ما شايفين على الديسكتوب، دبل كليك عليها نقر مزدوج، يبدأ البرنامج بالعمل. تظهر معك هذه الصورة لأدوب بريمير 6، احنا هذا اللي هو البرنامج اللي بنشتغل عليه. اللي بس يفتح لها باخذ وقت عبين ما يتفعل، يفتح ننتظر عليه بس ينتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بعد ما فتحنا البرنامج راح تظهر نوافذ عدة، لكن حقيقة احنا بهمنا اللي هي النافذة الأولى اللي هي المونيتور. لاحظ هي ممكن هاي وحجمها، اتحكم بحجمها من هون ببساطة. شوف كيف بقدر أصغرها وارجع أكبرها. كذلك الشريط الثاني اللي هو التايم لاين، وهو صراحة أهم جزء في البرمجية، كمان بقدر أتحكم في حجمه، ازيده واكبره واصغره. وفي عندي كمان البن اللي هي المكان اللي بنضع فيه الملفات اللي راح نفتحها. كل هذه عباره عن ثلاث، لاحظوا، بروجكت، مونيتور، وعندنا كمان التايم لاين. هم هذول الاشياء الاساسيه او الويندوز الاساسيه. الان نبدا بالعمل. افرض واحد فتح الجهاز، شغل البرنامج، طلع معه ويندوز اضافيه غير هذول الثلاث، على طول نبدا بحذفهم. اغلاق، بس مجرد نجي على العلامه هاي وبنغلقها. طب نفترض واحد اول ما فتح الشاشه لقاها هيك، ما في عنده شاشه، من وين بدي اطلعها؟ بذهب الى ويندو، بروح على الورك بليس، بختار سنجل تراك اديتنج. شو كيف طلع لي اياها؟ طلع لي شاشات مختلفه. بروح بسكر الشاشات الإضافية، أنا قاعد بسكر ترى في شاشات على اليمين طالع عندي أنتم شايفينها، وبعدين ببدأ بعملية اللي هي تعديل الحجم حتى يظهر المنظر كما شاهدته قبل قليل. شوف حتى البن بقدر إيش أسوي فيها؟ أصغرها، لأنه عملية مهمة صراحة إني أستطيع إني أتحكم في هذه الويندوز بطريقة فنية اللي تجعلني أستطيع العمل مع البرنامج بكل أريحية وسهولة. يعني لابد من اني اتعلم تجهيز البرنامج بالطريقه الصحيحه. لاحظ ان البين هنا كبير شوي، حاجه اني اصغرها اكثر، احركها. ايوه، الان المونيتور، الان اهم شيء اللي هو التايم لاين، بسحبه للاعلى وباخذه من اسفل. شوف هنا في عندك في الاسفل يعني ممكن يكون كبير، فشو بضطر اسوي؟ اسحبه من اسفل بعدين اخذه من هذه الجهه واصغره لحد ما يصير بالحجم المناسب اللي استطيع اني اتعامل معه. شوف التايم لاين لو تلاحظوا عليه ايش مكتوب عليه؟ مكتوب عليه اللي هو الفيديو، مكتوب عليه اوديو. فيديو يعني معروف، كلنا بنعرف شو هو الفيديو. في فيديو 1، فيديو 2، اوديو 1، اوديو 2 اللي هي الاصوات، الاوديو الصوت، والفيديو بنعرف اللي هو الفيلم المتحرك. الان نبدا بالعمل. شروع بالعمل. اول شغله بروح على فايل وبدي استدعي ملف فيديو. المرة ما بروح بقول له اوبن، لا، احكي له امبورت، امبورت فايل، استورد فايل. من وين بدك تستورد الفايل؟ انا حاطط على الديسكتوب الورك شيتياتها، حاطط فيها شوية فيديوز. نفترض اني انا بدي اخذ مثلا بويز، هذا ملف بويز، احكي له اوبن. شوف مجرد ما طلع البويز هياته، طلع في هذا المكان في البن، بنقر عليه وبسحبه دراج اند دروب، ساحب وافلات، بضعه وين؟ في السورس، في الاول عند المونيتور في السورس، بعدين بسحبه مره ثانيه. وين بضعه؟ في الشريط الزمني مثلا عند فيديو 1. شوف كيف ظهر امامي الان. استخدام الت مع علامه الزائد
هون كنترول نضغط هيك نضغط نختار الفيديو. شوف على الشريط الزمني خلينا نشوف هون كنترول او شيفت. نعم شيفت مع زائد. شوف شو قاعد بصير فيه، بيكبر. هو ما قاعد بيكبر ولا بيصغر. شيفت مع ناقص شو بصير فيه؟ انه حتى استطيع اني ارى الملف الفيديو، يعني هاي حدود ملف الفيديو. لو بدك تشغله تجي على التشغيل اللي في الاعلى هون، لون عند البروجرام طلع هذا الفيلم. لاحظ هذا الفيلم ما في معاه صوت. طب كيف عرفت انه ما في معاه صوت؟ انه هون لاحظ الاوديو، عن شريط الاوديو ما في شيء. طيب نستدعي كمان فيلم ثاني نفس الطريقة. فايل، بروح على امبورت، احكي له فايل، خلينا نختار مثلا سايكلرز، احكي له اوبن. شوف نفس الشيء طلعت لي سايكلرز. بدل ما اسحب على السورس بعدين على البروجرام، لا بسحبه على الشريط الزمني، بدي اضعه جنب الشريط الاولاني. خلينا نستعرض هذا الشريط الزمني، طلع هذا واقدر احركه بكل سهوله، امشي اشوف الفيلم ايش قاعد بتكون فيه. نشغله مره ثانيه، طلعوا لي هون على المونيتور كيف انه قاعد بيطلع الفيلم المنتج. اذا خلينا نتكلم هون بطريقه ثانيه، انه في السورس هو بيستدعي الافلام بصورتها الطبيعيه، في البروجرام انت بتعمل اللي هي الايديتنج والاشياء. طب نفترض اني بدي استدعي الان ملف ثاني اللي هو ميوزك. شوف هذا ميوزك عباره عن ملف صوتي مش ملف فيديو. طلع كيف شكله؟ طلع صوت. انقر عليه، ادخله هون. شوف طلع كيف شكله، مرات بيطلع بهذا الشكل. اذا لازم لما انقله على الشريط الزمني وين اضعه؟ اضعه عند الاوديو. شوف طلع كبير، اختفين كأننا الفيديوهات. هو ما اختفين، لو عملنا شيفت مع ناقص طلع كيف؟ شو اللي صاير؟ انه الفيديوهات يعني الملفين الكليبات هذول الصفر حجمهم اصغر من حجم الموسيقى. بقدر اجي اصغرها حجمها. شوف باجي بس على طرفها من اليمين، كليك بالماوس، اضغط، ظلك ضاغط لحد ما يصير حجم الموسيقى او الموجة الصوتية على قدر حجم الفيديو. طبعا هنا يعني ممكن اني اكون مسجل هذه الموجة الصوتية بالجولد ويف وبعدين استدعيها داخل البرنامج. نشوف والله ايش اللي صار معنا الان. سامع الصوت؟ طيب ننتقل لخطوة اخرى. نفترض اني انا الان طبعا بعد ما اخلص، خلينا نتكلم عن اللي هو الحفظ. انه مهم جدا انه بعد ما انجزنا هذا العمل ان نحفظ العمل. في عندنا نوعين من الحفظ. الحفظ الاولاني اللي هو سيف او سيف از، هذا يحفظ اللي هو المصدر الاساسي اللي هم الافلام الفيديو اللي احنا سويناهم كما هو. لكن هذا الجزء لما نعمل له سيف او سيف از بيخزنه باسم بي بي جي. هذا التخزين بهذه الطريقة خلينا نسميه Untitled One، يجب أن لا يرسل إلى المستخدمين ولا تودي لي على موقع إدارة التعلم، لأنه لا نتمكن من فتحه. العاد كيف لازم تخزنه؟ بنروح على فايل ونقول له Export Timeline Movie. مرة ثانية، فايل Export Timeline Movie، سميه مثلا Untitled وسميه Save. شو بيبدأ بيعمل Exporting. إذا ما سوى معك بهذه الطريقة اعرف أنك أنت ما خزنته بالطريقة الصحيحة ولا حفظته بالطريقة اللي يمكن للآخرين مشاهدته فيها. طبعا هذا الأسلوب هو اللي احنا راح نستخدمه لتصدير ملفات الفيديو. يعني لا ترسل لي Save As، الملف تاع Save As إذا أرسلت لي أنا ما راح أشوفه، مش راح أقدر افتحه واطلع على ما بداخله، لانه المصدر الاساسي اللي هو لما بيستدعي مثلا بويز وسايكلرز، هذول الفيديوز والميوزك اللي احنا استدعيناهم ما كانوا موجودين. هذا هو الفيلم اللي في شكله النهائي. على العموم الان ننتقل لخطوه جديده، نعمل عمليه مونتاج. ايش رايكم نسوي مونتاج؟ مثلا نمسك الفيلم هذا تاع بويز وسايكلرز، نقطعهم وندمج اللقطات هيك عشوائيه. ممكن بسهوله نقطعهم عن طريق استخدام ريال ريزر، هاي الشفره اللي هون
اضغط عليها، ادخل على الكليب، اعمل كليك كليك كليك، تعال على الساي كلاود، كليك كليك. كمان الصوت تقدر تعمل له نفس الطريقة، اختار السهم الأسود اللي هو السلكشن والتحريك، ابدأ بتحريك الكليبات. شوف غير الكليبات، حطهم أماكن، غير يعني أماكنهم بس عشان إيش نشوف إيش اللي صار معنا. نقدر نحرك ننقل، طبعا أي منطقة فارغة تعطي سواد في الصورة. ممتاز. الآن خلنا نعاين اللي سويناه. لاحظ صار يطلع معاي جزء هون، أنا بطلع على اللي هو بروجرام. لاحظتوا كيف إنه إحنا سوينا عمليات اللي هي المنتجة والتعديل. يعني بإمكاني مثلا هذه اللقطة أنا ما بديها، ديليت خلص انتهى. بقدر أغير أماكنهم، كمان بقدر أمسك الموجة الصوتية بنفس الشيء بالريزر، أقص منها هذا الجزء، أنا هذا ما بدي إياه، على السهم الأسود اختار ميوزك، هاي الجزء اللي ما بدي إياه بروح أعمل له ديليت. شوف أنا قصرت من مدة الفيلم، نشغله مرة ثانية نشوف إيش بصير. أحط جزء لون واحدة أبيض وأسود وواحدة ملون. طبعا هذا تمشي مع الشريط الزمني حتى تعرف، يعني لابد تمشي مع الشريط الزمني هتعرف وين اللقطة اللي أنت لازم تعمل لها قطع أو قص أو تعديل. ندخل على قصة ثانية، نلغي هذا الشغل ديليت. شوف كيف بس بعمل ديليت أنا بكل بساطة. في البن أنت بتحط كل الفيديوز اللي عملت لهم إمبورت. الآن إيش راح أسوي أنا؟ راح أستدعي فيلم فيديو جايبه من النت، بالأصل هو في صوت. شوف إمبورت، أرجع لنفس الفكرة، موجود وين؟ جوا وركشيت بريمير، هاي نفس الوركشيت. طيب الأفلام كلها موجودة عندكم على موقع إدارة التعلم، حطيت له أوبن. شوف هياته اللي هو تاع الخفاش، حكينا بتقدر أنت تعمل له سحب وإفلات على طول على الفيديو. شوف مجرد ما سحبته، شوف هو لوحده طلع معاه إيش؟ طلع معاه صوت، هياته حطه بالأوديو 3. بقدر اسحبه واخليهم اثنين جنب بعض، تعرفون صار الفيديو هون مو مفصولات عن بعض. طب افرض اني انا بدي الغي الصوت، يعني نسمع احنا الصوت الاول اللي موجود. الكبيرتين اليقظتين، يكون جناح الخفاش مدعوما باصابع عظميه رقيقه. طيب افرض بدي اقص نصه بسهوله، برجع على الشفره اقص منه، ما احتاج. شوف اذا قصيت راح يحذف الصوت مع يحذف الصوت مع الفيلم. طب افرض لي اسكت الصوت اللي موجود، بروح على السماعة بعمل كليك عليه هايد. يعني ايش هايد؟ يا اون اوف. هايد يعني راح الصوت. نسمع الان، شوف الفيلم صار بدون صوت. اذا انا بقدر اسكت الصوت اللي موجود في الفيلم وعلق عليه بصوتي انا، اسجل الصوت بالجولد ويف، بعدين اجي هنا في هذا المكان اعلق التعليق اللي انا اريده عليه. وهذا النوع من انواع التغييرات اللي هي مرغوبه في انتاجك للبرمجيه التعليميه. خلينا نجيب مثلا الميوزك، لانه احنا قبل شوي سوينا الميوزك صح؟ هياتها هاي ميوزك، بدي اجرها اعمل سحب وافلات وانا احطها على الاوديو 2، وكمان احجمها. اتفقنا على التحجيم كيف؟ هاي حجمناها صارت على قدر الفيلم. الان شغل الفيلم، بدل ما صوت القارئ اللي هو كان يقرأ. طب لو حطيت الصوت هذا، رجعت الصوت وسمعت الفيلم مرة ثانية، بسبب وجهه الذي يشبه الذعر داخل الصوتين وعينيه الكبيرتين اليقظتين، يكون جناح الخفاش مدعوما بأصابع عظمية رقيقة. نعم، لاحظنا كيف داخل الصوتين مع بعض. طبعا احنا ما احنا برغبة لانه يكون في عنا يعني ازعاج في الصوت. المهم اللي هي الفكرة الأساسية. الآن بعد ما أنهي من هذا العمل، اتفقنا على أنه التصدير يجب أن يكون عن طريق Export Timeline Movie، ثم تختار اسمه ثم تحفظه، وانتهى هذا العرض. وشكرا للجميع.